بما أنك ذكرت ارتفاع في أسعار المواد الأساسية، الرئيس الروسي يعني قالها بوضوح بأنه سيكون هناك ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية. أيضا قال بأنه سيتوقع أن يكون هناك تضخم كبير. ما الانعكاس المحتمل لهذه الوقائع الاقتصادية المفروضة اليوم بسبب الحرب في أوكرانيا على الوضع الاجتماعي الاقتصادي وحتى السياسي في البلدان العربية؟ يعني أولا على المستوى مسألة ارتفاع أسعار أو حالة التضخم، هي تؤثر على النمو الاقتصادي للدول العربية، لأنها سوف تضطر لتقديم دعم، وحتى يتم تقديم هذا الدعم سوف تحتاج إلى ديون، وهذا أمر يؤثر على المالية العامة، علما أن الحالة المالية في بعض الدول العربية هي قبل الحرب وقبل الجائحة كانت حالة كارثية. أذكر حالة لبنان أو تونس عندها مشكل كبير ومأزق كبير فيما يخص مسألة المالية، وحتى أن القدرة على استقطاب استثمارات لهذه الدول سوف يحتاج من الدول العربية البحث عن بدائل أخرى. ارتفاع الأسعار سوف يكون له طبعا زخم كبير على المستوى الاجتماعي. يجب أن نذكر على أن الثورات أو الحراك العربي الذي صار سنة 2011 كانت أهم مميزاته أو أهم محركاته الأساسية كانت المسألة الاجتماعية، لأن ارتفاع في نسب الفقر، في نسب البطالة، في غلاء الأسعار، وكانت بالمناسبة ما بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، قد تنعكس هذه الصورة حتى في الظرفية الحالية، بحكم أن هذه الحالة من الاحتقان الاجتماعي سوف تضطر من خلالها الدول أن تكون يعني ضعيفة جدا على المستوى الاقتصادي أو تلجأ لسياسات تقشف، وهي في واقع الأمر هي سياسات غير شعبية وغير مرغوب فيها من طرف الشعوب. لذلك المسألة اليوم هي مرتبطة بكيفية أن يكون هناك تنسيق على الأقل ما بين الدول العربية في إطار مبادرات مشتركة لتوفير الأمن الغذائي بالشكل الأساسي، ثم فيما بعد أنه مسألة كيفية الحفاظ على التوازن الاقتصادي في معاملاتها مع كل الأطراف الموجودة حاليا، لأنه خروج رؤوس الأموال الروسية من أوروبا يمكن أن يكون فرصة إذا تم يعني استحسانها من طرف الدول العربية، حتى تأتي هذه الرؤوس الأموال إما للاستثمار في قطاعات مهمة أو للاحتفاظ بها كودائع في لإنعاش القطاع البنكي. لذلك إدراك هذه النوعية من المسائل هي مهمة بالنسبة للدول العربية. ثم أظن على أن يجب تجنب الخطط الجاهزة التي تفرضها المؤسسات الدولية وربما أبرزها هو صندوق النقد الدولي، لأنه كانت هناك تجارب فاشلة في مجموعة من الدول العربية أثرها مباشر على المواطن. أنا إذا أخذت العشر سنوات الأخيرة ونظرنا إلى معدلات التضخم في مجموعة من الدول العربية سوف نجد أنها قفزت بنسب تصل إلى 100%، حالة مثلا مصر أو حالة سوريا أو حالة لبنان وغيرها من هذه الدول، بسبب الاضطراب السياسي في فترة معينة ارتفعت هذه الأسعار وأثرت بشكل مباشر على المواطنين وعلى الدخل لهؤلاء المواطنين، حتى في بعض الأحيان يتم القضاء على الطبقة نعم الوسطى، وهذا هو المؤشر الخطير على المستوى الاجتماعي، لأنه الطبقة الوسطى هي يعني المؤشر الحقيقي للحفاظ على مسألة السلم الاجتماعي والضامن لمسألة التسلسل ما بين جميع الطبقات وفي إطار التنمية الاقتصادية. لكن نعم عندما يتم ضربها أكيد أن ارتفاع أسعار الفقر أو ارتفاع عدد الفقراء يؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي نفسه.